صباح الخير اذا كان صباحا، ومساء الخير اذا كان مساء. اهلا بكم في حلقه جديده من كورس لاب فيو انترفيس فور اردوينو. وطبعا النهارده هناخد حلقه جديده في ازاي اضيف كاستم كوماند، ودي الحلقه الثانيه منها. والنهارده هناخد ملاحظات هامه جدا على استخدام الكاستم كوماند، عشان لما تستخدم الكاستم كوماند عندك لازم تبقى عارف انا بشتغل عليها ازاي. والا لو ما كنتش عارف يعني انا بشتغل عليها ازاي، لما تيجي تطبق على ابلكيشن معين تلقى فيه خطا عندك. الخطا مش بيبقى من الكود ولا الخطا من لابيو، الخطا من عدم فهمك للكاستم كوماند كويس. ده اللابيو عندي، ده الكود طبعا اتشرح في الحلقه اللي فاتت مباشره. انا جبت هوايل هنا معايا، طبعا الستوب هنا، الستوب ده عن طريق ان انا بحط ايه بوش بوتن هنا عشان يعمل ستوب انه يطلع بره الفور، سوري بره هوايل لوب. معانا هنا الاوبن عشان افتح السيريال. طبعا الحاجات دي بجيبها ازاي؟ للتذكره مش اكتر. باجي كليك يمين هنا ميكر هاب لينكس، بعد كده بجيب اوبن وكلوز، اوبن وكلوز، اوبن في البدايه وكلوز في النهايه، تمام. باجي هنا طبعا بقف على اول خانه كده، كليك يمين وكرييت كنترول، طبعا كنترول عشان اختار مين السيريال بتاعي. والاوبن باجي في الاخر من هنا بجيب سيمبل مين سيمبل ايرور عشان يظهر لي رساله ايرور لو في ايرور. معنى الكاستم كوماند هنا، الكاستم كوماند بجيبها من فين؟ كليك يمين هنا ميكر هاب، بعد كده لينكس، بعد كده بروح ليوتيليتيز، بعد كده كاستم مين كوماند، وبجيبها احطها هنا. طبعا الايقونه بتبقى صغيره، يعني لما اجيب اسحب دي هنا بتبقى ايقونتها صغيره. باجي كليك يمين عليها كده هنا، وفيو از ايكون اللي هنا دي هتلقى فيه قدامها علامه صح، بتشيل فتلقى الايقونه كبرت كده شويه عشان تعرف الاطراف، لان بيظهر هنا الاسهم اللي انتم شايفينها دي بيسهل لي ان انا اقدر اشوفها، لان لو كانت صغيره مش بشوفها قوي. ولو عايز اوضح الموضوع اكتر بفتح الكونتكست هيلب عشان ابقى عارف. طبعا بوصل اللينك سورس مع لينك سورس هنا مع لينك سورس هنا مع الكلوز، بوصل الايرور تحت هنا مع الايرور ان، والايرور اوت هنا مع الايرور ان هنا. هيجي زي ما قلنا هنا الطرف الاولاني على الشمال هنا ده اسمه داتا، زي ما انتم شايفين كده هتلاقي فيه مربع اسمر كده هنا، اي بيظهر ويختفي بيعمل فلاش. ده الداتا اللي هو الانبوت للكاستم كوماند، قلنا الكاستم كوماند هي فانكشن، ده الانبوت بتاعها. طبعا هنا ده النمبر بتاعها، ان انت ممكن تضيف اكتر من كاستم كوماند للبرنامج بتاعك، فدايما العد بيبقى من زيرو. فانا جيت هنا وقلت كليك يمين كرييت مين كونستانت، كرييت كونستانت وخليتها زيرو عشان تبقى كاستم كوماند زيرو، لازم العد بيبقى من زيرو عندي. باجي هنا في الريسبونس كليك يمين كده واقول كرييت انديكيتور، اما هنا بقول كليك يمين كرييت مين كنترول، كنترول عشان يبقى انبوت، بيطلع على هيئه الريت طبعا هنا في الانبوت الاول. معانا كمان هنا زي ما قلنا مين دب كوماند نمبر، دي ما مش وقتها خالص. ومعنى التايم اوت، طبعا تايم اوت 100 مللي سكند، يعني بعد 100 مللي سكند لو ما حصلش ريسبونس من الفانكشن دي البرنامج بيقف، مفيش مشكله. طبعا ده كان الكود اللي اتشرح المره اللي فاتت. ده الانبوت، هروح للانبوت هنا كده هنلاقي مين اري زي ما انتم شايفين كده، وده الاوت اللي هو الريسبونس هيبقى اري زي ما انتم شايفين اهو. انا دبل كليك كده عشان ايه يوديني على الكنترول بتاعي او مين الفرونت باند. طيب هنا ده الانديكيتور، ومعنا ده الستوب بتاع هوايل، ومعنا كمان ده مين اللي هو السيريال. طبعا انا موصل الاردوينو دلوقتي بتاعي، لازم ابقى مسطب ان اي فيزا زي ما قلنا، هو ظهر على كوم 4. قبل ما انا اعمل رن هروح نشرح او نراجع الكود بتاع الاردوينو بسرعه، اتفقنا ازاي نسطب المكتبه من المره اللي فاتت. هروح هنا لفايل اكزامبلز، هننزل تحت سام لينكس اهو، هنلقى كل الحاجات دي مسطبينها في الفيديو اللي فات. طبعا هنشغل على الاردوينو مين؟ ميجا. لو انت شغال على اونو هتختار اونو، ادي اونو هنا تمام. انا شغال على مين؟ على ميجا. ضغطت هنا قلنا لو اونو هتضغط على اونو دي. ايه الاختلافات؟ ايه الاضافات اللي بتبقى في الكود؟ كل حاجه زي ما هي، كله زي ما هو، ما فيش اي اختلاف. نروح لاخر البرنامج، في اخر البرنامج بتضيف الفانكشن دي. الفانكشن دي بتبقى جاهزه، بتبدا بانت، هنا بتحط اسم الفانكشن براحتك، سميها زي ما انت عايز، انا مسميها تكست سوري تيست كابيتال، وبتفتح قوسين. ده كله انا جايبه من الموقع اللي موجود على النت زي ما احنا شرحنا في الفيديو اللي فات، زي ما هي ما فيش اي اختلاف. ده الانبوت عندي نوع انسايند كاركتر استك عشان هو اري، وده بيحدد لي عدد البايتس الانبوت الخاصه بالانبوت. ومعانا هنا كمان الاوتبوت اسمه ريسبونس اهو، ونوع انسايند كاركتر برضو استك لان هو اري، كلمه استك يعني اري، وانسايند كاركتر يعني كل عنصر في الاري انسايند كاركتر، يعني كل عنصر في الاري بيستقبل من 0 ل 255، يعني كل عنصر قيمته تتراوح ما بين 0 ل 255. كلام ينطبق على الريسبونس الاوتبوت ينطبق على الانبوت. معايا كمان هنا عدد البايتس الخاصه بالاوتبوت، طبعا انسايند كاركتر برضو، وتبقى هنا استك هنا. بفتح قوسين الفانكشن عندي هنا، القوس ده والقوس ده، قبل
حاجات اساسيه في الفانكشن، لازم تعرف عدد البايتس الخاصه بالاوتبوت اللي هو الخاص بالريسبونس، تكتب عدد البايتس كام هنا. فانا لما كتبت له النمبر انبوت بايتس اللي هي الانبوت هنا، بقول له ان عدد الاوتبوت بيساوي الانبوت، مفيش اختلاف. ممكن انت تشيل دي وتحط رقم 2 3 بناء انت عايز ايه، ولازم تكتب ريتيرن 0 عشان تبقى ايه في الكود يبقى ستيبل شويه. هروح للفانكشن بتاعتنا. الفانكشن هنا الجزء ده بتضيف الكود بتاعك، تشوف انت عايز ايه. ببساطه انا عايز في الكود بتاعي ان كل عنصر من الاري بتاعت الانبوت، العنصر اللي هنا ده هيتضاف عليه واحد يطلع باله العنصر اللي هنا، يطلع اوتبوت على طول. العنصر 2 اللي هنا يتضاف عليه واحد، يتجمع عليه واحد يعني، يطلع في العنصر رقم 2 في مصفوفه الريسبونس، وهكذا. طبعا الموضوع ده هيبقى تكراري بناء على عدد مين عناصر المصفوفه. فانا اعمل ايه؟ اروح للكود، هروح اقول له ايه؟ الانبوت اوف اي، لان هي اري هجمع عليها واحد، يبقى كل عنصر من الانبوت هجمع عليه ايه؟ واحد، وهضيفه في العنصر المكافئ ليه في الاوتبوت اوف اي، ريسبونس اوف اي. وهكرر الموضوع ده في فور لوب عشان اجمع او انفذ الموضوع ده على العناصر كلها الخاصه بالمصفوفه. طبعا المصفوفه هنا العنصر بتاع المصفوفه بيبدا من زيرو، لازم اعرف انت اي بتساوي زيرو، ما ينفعش واحد. لو بدات من واحد يبقى انت هتبدا من عنصر رقم 2 في المصفوفه، وعنصر زيرو ده مش هيجي ناحيه. طب الاي هتبقى ايه؟ اقل من نمبر انبوت بايت، عدد بايتس بتاع الانبوت، هو المتغير ده ونفس الاسم اللي فوق. طب المصفوفه جاي فيها خمس عناصر، بص كده المصفوفه جاي فيها خمس عناصر هنا، فهيبقى ايه؟ هتبقى اي هياخد الرقم، العنصر ده هيبقى 5، هتبقى اي اقل من كام؟ من 5. يبقى فعلا من 0 اي اقل من 5، يعني اي بتساوي 4، لان اي بلس بلس كل مره، يعني بلس 1 في كل مره، فبالتالي اي بتبدا عندي من 0 ل 4 على العناصر دي فعلا 5. يبقى كده الكود صحيح تمام، مفيش مشكله. تعال كده اول حاجه نعمل كومبايل، بس قبل ما اعمل كومبايل ما انساش من تولز اختار البورد بتاعتي. انت طبعا شغال على اونو هتختار اونو، انا شغال على ميجا يبقى اختار ميجا تمام. وكمان هروح للكم بتاعي، انا موصل على كم كام. نعمل فيرفاي كده دن، مفيش اي ايرور عندي. نعمل ابلود كده دن ابلودنج. نسيت اقول لكم ايه الاضافات اللي يعني بقيه الاضافات اللي عملناها في الكود. قلنا اول حاجه ضفنا الفانكشن، بنيجي فوق كده نبدا من فوق. اول حاجه بتضيف الفانكشن بتاعتك، انت بتاخد الاسم اللي انت كتبته في الفانكشن تيست، قوسين فاضيين بعد كده سيمي كولون، لازم تتضاف هنا. يبقى لازم السطر ده يتضاف حتى لو انت شغال على اون او اي نوع، لازم يتضاف كده. بتيجي في الفويد سيت اب عندك، في الفويد سيت اب هنختار او هنضيف الجمله دي. الجمله دي قلنا احنا الكاستم كوماند حطيناها في اللاب فيو رقمها كام؟ زيرو. فعشان كده بقول اتاتش كاستم كوماند زيرو، يعني دي رقمها زيرو واسمها تيست. يبقى ده لازم تتضاف هنا في السطر ده قبل القوس بتاع الفويد سيت اب عندي. بس مفيش اي اضافات تانية هتبقى في الكود، مفيش اي اضافات تانية هتبقى في الكود، بس كده تمام يا حضرات. نروح مع بعض كده في اللاب فيو عندنا، نرجع لللاب فيو، هنختار الكم كم 4. طبعا نعمل رن عادي خالص بعد ما حرقنا الكود. طبعا هو اول مره بيغيب زي ما قلنا، لازم نكتب زيرو كده عشان تبقى متفعله. لما تتفعله تلاقيها ظاهره شويه كده هنا، بقى تلقى فعلا كل عنصر انت بتضيفه بيعمل ايه؟ بيجمع وحده. الكلام ده انا شرحته الفيديو اللي فات، لا الفكره كلها في الفيديو بتاع النهارده، الملاحظات الهامه اللي انا هقول عليها دلوقتي. اول حاجه دي اري صح؟ وكل عنصر منها بناء على الكود اللي هنا ده او الفانكشن اللي هنا تحت دي، بيقول لك ان ده انبوت اللي هي الاري اللي جايه. الاري اللي جايه كل عنصر منها عباره عن انساين كاركتر. انساين كاركتر يبقى المفروض قيمته تتراوح من 0 ل 255، قيمه سلبه لا، قيمه كسريه لا، قيمة أكبر من 255 لا، مش هيستقبل. أول حاجة أنا هفترض هنشتغل على أول عنصر بس، تعال نحط قيمة أكبر من 255 وليكن 300، وهنضغط يا نضغط إنتر يا نضغط بره هنا يا نضغط على علامة الصح دي. أول ما كتبت 300 ما قبلهاش، حولها 255، بيقول لك إن هو آخره 255. نكتب 500 نضغط بره 255 برضه تمام. لاحظ 255 ده الماكسيمم، لما يجمع عليها واحد يرجع للزيرو. خلي بالك من النقطه دي، يعني المفروض 255 تجمع عليها واحد يديك 256 صح؟ 256 دي لما يجي يمثلها هنا، لما انا اروح اكتب كده ديسيمال 256 احطها في 8 بت، بيقول لي اوت اوف رينج، يعني ما ينفعش تتحط في 8 بت، فاروح اقول له حطها لي في 16 بت. بص كده اول 8 بت على اليمين كده باصفار، البت التاسعه بواحد، لكن هو في الريسبونس في الاوتبوت عندي، في الاوتبوت عندي هنا في الحته دي في الاوتبوت برضه انسايند كاركتر قيمته من 0 ل 255، يعني ياخد 8 بت بس. عشان هو بياخد 8 بت بس، بياخد اول 8 بت ناحيه اليمين اللي هو اول 8 اصفار، طب والواحد ناحيه الشمال اللي هو الخانه التاسعه بيهمله ولكنه شايف، فبياخد اول 8 اصفار ناحيه اليمين وبيطلعهم. فعشان كده في اللاب فيو بيرجع 0 تمام.
يبقى اي قيمه اكبر من 255 مش بيستقبلها وبيحولها 255. هنحط قيمه كسريه وليكن 1.5 او 1.45%. بص هضغط بره كده بيقربها بقت 1، يجمع عليها 1 تبقى 2. طب تعال كده نحط 1.9، بص كده هيقربها هيخليها 2، يبقى هو بيشتغل بعمليه التقريب. تاني 1.7 هيقربها تبقى ب 2، يعني هو مش هيقبل كسر، هو بيقبل قيم صحيحه فقط. تمام، هيقبل قيم صحيحه فقط في الانبوت. لو حطيت كسر 1 نقطة بعد العلامة العشرية، لو حطيت من 1 لـ 5 بعد العلامة العشرية هيقربها أو هيلغيها يخليها زيرو، لو حطيت بعد العلامة العشرية من 5 لـ 9 هيقربها، يعني لو حطينا 1.4، بصوا كده هيلغي 4، لو حطينا 1.5 هيعمل لها إيه؟ هيقربها 2، طب 1.6 هيقربها يخليها كام؟ 2 برضه، هيجمع فعلا الاتنين يجمع عليها 1 تبقى 3، تمام الفكرة؟ تعالوا نحط قيم سلبة، قيم السلبة هنحط سالب 2، خلي بالك أنا بكتب على الكيبورد سالب أهو، تاني سالب 2، للأسف علامة السالب ما ظهرتش هنا، لأن هو مش بيقبل سالب، بيقبل قيمة صحيحة بس، أضغط بره كده إيه؟ تبقى 3، طب عشان نتأكد أكتر، أدي سالب 10، خد الـ 10 جمع عليها 1 بقت 11، لكن هو للأسف ما قبلش السالب، ليه؟ لأن هو أنسايند، أنسايند يعني قيم صحيحة موجبة، صحيحة موجبة، ده بالنسبة لمين؟ للإنبوت عندي، أنت هنا قلت ان المصفوفه دي كلها كل عنصر فيها اجمع عليها 1، طب ينفع المصفوفه العنصر الاولاني اجمع عليه 2 مثلا، العنصر الثالث اجمع عليه 10 مثلا، الرابع 15 وهكذا، يعني كل عنصر يبقى ليه عمليه حسابيه مخصوصه بيه. ينفع، بدل ما انت سيادتك تستخدم 4 دي هنا، 4 دي خلاص، لا مش هستخدم 4، لان 4 مع ان العمليه هتتم ثابته او واحده على كل العناصر، لا ده انا اقول له ريسبونس 0، يعني اول عنصر في مصفوفه الاوتبوت بيساوي العنصر الاولاني في مصفوفه الانبوت اجمع عليه 1، طب والباقي كوبي كده، نروح هنا بيست، اقول له العنصر الثاني يتكتب 1 هيساوي الانبوت رقم 1 واجمع لي 10 مثلا، وهكذا مع باقي العناصر، لو انت كل واحده هتعمل عليها عمليه مختلفه، تمام؟ ما تنساش هتعمل ابلود تاني من جديد، تعال نعمل ابلود ونشوف ايه اللي هيحصل، ايه رايكم؟ في مشكله تايم اوت، ليه؟ لان اللاب فيو شغال فهو شاغل السيريال او الكم عندي، لازم اعمل ستوب من هنا، ما ينفعش ستوب من هنا، لازم من هنا، نرجع تاني للكود، كود هنا نبعته، كده التي اكس والار اكس بتنور عندي، ضن اهو، نروح لللاب فيو، طبعا انا مستخدم ايه هنا؟ 2 اوتبوت بس، تمام؟ ومستخدم 2 انبوت، عشان كده قلت عدد الانبوتس بيساوي عدد الاوتبوتس، ممكن تستخدم اكتر من انبوت واوتبوت واحد، يبقى ممكن تغير القيم دي وتخليها ايه بناء على عدد الاوتبوتس اللي انت مستخدمها، مالكش علاقه بالانبوت خالص، مفيش مشكله. نروح لللاب فيو، طبعا انا مستخدم كام عنصر؟ 2 بس، يبقى ممكن اشد كده اخليها 2، تعال نعمل رن كده، كوم 4 طبعا ما اتغيرش، كده اشتغل هو غير القيم، ال 10 هجمع عليها 1 تبقى 11، الزيرو اجمع عليها 10 بقى عشان يبقى 10. الكود احنا كاتبين كده، العنصر الاول يجمع 1، العنصر الثاني يجمع 10، وزي ما قلنا لو انا خليت دي 1.5 كده هيطلع 12، طب لو خليناها 254.5 هيقربها هيخليها 200 كام؟ 46، جمع عليها 10 يبقى تبقى 256، 256 ترجع زيرو، الحاجه اللي قلناها من شويه كده اللي هو 256 تتحول ل 9 بت، ياخد اول 8 اللي هو بزيروز والواحد اللي على الشمال يمين، الكلام ده انا شرحته كله خاص بمين؟ بالانبوت. الحاجه الخاصه بالاوتبوت ركز معايا كده، انا قلت هنا 246، تعال كده نروح للعنصر الثاني وليكن انا هضربه في 2 مثلا، طبعا قبل ما اعمل ابلود هروح لللاب فيو، لازم اوقف الاول هنا، نعمل هنا كده، طبعا نعمل رن هنا، نخلي القيمة دي 1 مثلا الأول عشان نعمل تشيك كده للكود، 1 ضربت في 2 بقت 2، و10 اتجمع عليها 1 بقت ب 11، تعال كده نخلي القيمة دي ب 100، اضربها في 2 ب 200، هنخليها ب 300، ركز معايا كده، 300 هيحولها أول حاجة ل 255، ال 255 هيضربها في 2 هتبقى عندك كام؟ هتطلع عندك 510، يبقى 255 لما تضرب في 2 تطلع 510، 510 ازاي راجع 254؟ تعال نروح للكونفرتر كده، نروح نكتب هنا 510، ركز معايا كده، 510 في واحد على الشمال اللي هو البت التاسع دي مش هناخدها، يبقى انا هاخد اول كام؟ اول 8 بت، كوبي اهي، تمام؟ واجي هنا كده اروح ماسح كله ده واروح حاطط ده اللي هو القيمه اللي انا حطيتها، القيمه دي اللي انا حطيتها لما تتحول لديسيمال تطلع 254 اللي هي موجوده في اللاب فيو عندي. اللي هي 254 اللافيو، طب المفروض تطلع 500، لا ده انت عندك خطا في الكود هنا، مش الخطا في الكود نفسه، الخطا ان انت مش عارف تتعامل مع قسم كوماند كويس، لازم تعمل تحويله، وعشان كده هنقول لكم دلوقتي الابلكيشن صغير، الابلكيشن نعمل ستوب الاول، الابلكيشن كالاتي عشان اوضح الفكره اكتر، انا هجيب الاردوينو اوصل عليه بوتنشيومتر من بره
البوتنشيومتر تلات اطراف، الطرف اللي فوق ده هيبقى 5 فولت، الاخير هيبقى 0 او 0 فولت قصدي، الطرف النص ده هيبقى واصل بايه 0. دي التوصيله. طبعا انا مش هصور الكيت عملي، مش هيبقى في تصوير ليها، لا ده انا هشتغل عملي على طول، فركز معايا كده. طبعا معروف ان ايه في تحويله، ان داخل الاردوينو بيحول القيمه الانالوج اللي جايه لديجيتال من 0 ل 1023، لان اصلا انالوج جايه من بره من 0 ل 5 فياخدها بيحولها من 0 ل 1023 بالامر اسمه انالوج ريد. طبعا ده مين الديجيتال فاليو عندي، وده القيمه مين الفولت اللي جايه او الاي 0 او القيمه اللي على اي 0. طبعا عشان اعمل التحويله بعمل المقص والكلام ده شرحناه، تعال مع بعض كده. هنروح لللاب فيو، اللاب فيو هخلي الكاستم كوماند تقرا البوتنشيومتر، ركزوا معايا كده. هروح اعمل ايه في الكود هنا؟ يبقى تعال كده، يبقى انا هخلي الريسبونس 0، هو ما فيش غير بوتنشيومتر هيقرا قيمه واحده، هقول له هنا انالوج ريد، الانبوت ملهوش لازمه من اي 0، وطبعا السطر ده ملهوش لازمه خالص. انت هترجع هنا عدد الانبوتس كام؟ ما فيش انبوتس هستخدمها في البرنامج خالص، فعشان كده هنا النمبر ريسبونس بايت اللي هي الخاصه بالاوتبوت ما ينفعش تحط كده، لازم تحط قيمه صحيحه. هنا هاخد كام؟ انا عندي اوتبوت واحد، يبقى هرجع في المصفوف عنصر واحد. طبعا اتاكد ان انا عامل ستوب لللاب فيو، تمام. هروح نعمل ابلود مباشره، ركز معايا كده. الانالوج ريد ده الامر اللي اسمه انالوج ريد بيقرا من البوتنشيومتر اللي هو من على اي 0، القيمه اللي هيقراها هيقراها ديجيتال من 0 لكام؟ 1023، يبقى هو هيقرا من 0 ل 1023، وهرجعها في الريسبونس العنصر 0. بس الريسبونس العنصر 0 او الريسبونس عموما اي عنصر فيه بيبقى ايه؟ انسايد كاركتر، يبقى الرينج بتاعه بيبقى من 0 ل 255، من 0 ل 255. طب ازاي انا هعرض او اشتغل على 0 ل 1023 وهرجعها على اللاب فيو؟ تعالوا نشوف الاخطاء اللي هتظهر. طبعا خلي العنصر الثاني هنا بس عشان اوضح لكم فكره، ده الكاستم كوماند، انا سبت الكاستم كوماند زي ما هي لان هي خاصه بالكود ده، ان هي تقرا من مين؟ من انالوج ريد اي 0، طبعا هيرجع على الريسبونس 0 اللي هي هنا. في نفس الوقت برضو جبت بلوك كده اسمه من الميكر هاب لينكس بريفرالز انالوج، وهعمل انالوج ريد، يعني انا هعمل ريد باستخدام الكاستم كوماند لوحدها عشان اوديك القيم، وفي حاجه جاهزه هي انالوج ريد واحطها هنا. وطبعا لازم اوصل مين اللينكس ريسورس مع اللينكس ريسورس والايرور مع الايرور. ورحت انا قلت هنا الطرف اللي على الشمال ده هنا انالوج تشانل، كليك يمين كرييت كونستانت وحطيت 0 لان هقرا من اي 0، وكليك يمين هنا كرييت انديكيتور عشان اطلع القيمه هنا كفولت، هو هيقرا هنا قيمه فولت كسريه عشريه يطلع يعني 1.5 2.5 2.45% ايا كان القيمه اللي هتطلع، هتطلع كسر مفيش مشكله. لكن الفانكشن اللي هنا جه انا خليتها تقرا انالوج ريد مباشره، المفروض تطلع لي القيمه من 0 ل 1023 عشان اقارن القيمتين مع بعض، القيمه اللي جايه من الكاستم كوماند، الفولتج ده اللي جاي من بلوك اللي اسمه انالوج ريد، انالوج ريد اللي موجود في اللاب فيو ملهوش علاقه بالكود، يبقى ده ملهوش علاقه بالكود بتاع الاردوينو اللي موجود على اللاب فيو، اما ده هو اللي له علاقه بالكود بتاع الاردوينو اللي موجود على الاردوينو اي دي اللي انا كتبته من شويه. طبعا الانبوت ملهوش لازمه لان انا مش هستخدمه، ركزوا معايا كده، انا موصل مقاومه متغيره دلوقتي، نروح للبلوك دايجرام هنا هنشيل دي كنترول بي لان ملهاش لازمه خلاص الداتا انبوت. بصوا معايا كده، نختار الكم عادي هنعمل ران، طبعا هو هي المفروض الريسبونس يطلع في اول قيمه. بصوا معايا كده القيمه، انا المقاومه المتغيره كده على الماكسيمم، فعلا انا محولها على الماكسيمم، الفولتج اللي جاي كام؟ 4.9 اللي هو 5 فولت، فعلا 5 فولت بتكافئ كام؟ 1023. 1023 دي امال ليه قراها لي 255؟ المفروض يقراها 1023 تاني، لان قلنا هنا الريسبونس عندي الريسبونس عباره عن انسايند كاركتر، قيمته المفروض تبقى من 0 ل 255، فبالتالي ال 1023 دي حولها باينري، خد اول 8 بت، لقيهم اول 8 بت 255 واهمل الباقي. طيب تعال مع بعض كده نشوف الاخطاء في الكود، بس قبل ما نشوف الاخطاء اللي في الكود هنا اللي احنا اتعرض لها هنروح مع بعض للفكره العامه. هو اصلا الانالوج ريد بيقرا من 0 ل 1023، في الزيرو الوسطف في 8 بت بيحصل ايه؟ 8 زيروز خلاص ما فيهاش مشكله، القيمه لما بتتغير من 0 ل 255 لغايه ما توصل 255 بيبقى 8 وحيد، 8 بت كلهم وحيد ما فيش مشكله، 256 ايه اللي بيحصل؟ 8 بتس دي بتتقلب زيروز وبيبقى واحد في الخانه التاسعه، 257 تبتدي الخانه ناحيه اليمين تبقى بواحد، تزيد بمقدار واحد وهكذا لغايه ما كل الخانات اللي على اليمين الثمانيه يبقوا بوحيد والخانه اللي على الشمال ما زالت بواحد زي ما هي، القيمه دي وقتها تبقى 511، تمام؟ فبالتالي هيبقى من 0 ل 511 هيقرا 0 ل 255، هيرجع تاني يقرا 0 ل 255 لان قلنا الديجيت اللي على الشمال ده هيهمله، هيهمل ده فياخد ال 8 بت دي يقراها 0، 8 بت اللي هنا هيقراها تبقى 255، هيكمل لان قلنا القيمه اخرك 1023، بعد 511 تبقى 512، هيرجع
كل البيتس دي تبقى زيروس اهي، ويبقى هنا الخانه دي بدل ما واحد تبقى زيرو ويتنقل واحد للخانه اللي بعدها اللي هي 512. ممكن انت تستخدم الكونفرتر اللي احنا استخدمناه من شويه، هتلاقي فعلا القيمه طالعه كده. لما تاخد اول 8 بت يبقى زيرو، يبقى 512 السنسور قال لك 512 تطلع على اللابيو زيروس، تمام؟ وهكذا تزيد القيمه لغايه ما توصل 776، ده من السنسور يقراها 255 على اللاب فيو، وهكذا لغايه 1023. 1023 ياخد اول 8 بت حايد والاثنين بت اللي على الشمال بحايد، يهمل دول يقراها 255. يعني لما تبقى 1023 هيقراها 255، يبقى بالتالي السنسور لما وصله على الاردوينو وبستخدم الكاستم كوماند هيقرا عندي 255 اكتر من مره، هيقرا 255 فعلا هنا، ال 511 هيقراها 255، ال 767 هيقراها 255، ال 1023 هيقراها 255. تعالوا مع بعض كده نشوف الكود او نشوف البوتنشيومتر. ركز معايا كده، انا هبدا من الزيرو، هرجع تاني للزيرو اهو، البوتنشيومتر على المينيموم، هنزود مع بعض. بص على الفولت وبص على القيمه مين الريسبونس تحت اللي هو هنا، هتبص على القيمتين دول الفولت والريسبونس. ركز كده في الريسبونس، ادي كام عندي؟ وصل ل 250 اهو، 250 والقيمه 1.2 فولت، ما وصلش للماكسيمم. خلاص ركز معايا كده، تاني اهو 251، 255 رجع تاني للزيرو، خدت بالك؟ يبقى دي اول مره، ما زال القيمه قل 1.25%، فاهمين الفكره؟ وصل ل 255، نرجع تاني هزود، بزود اهو، بزود ركز على الفولت كده هتلاقيه بيزيد برضو، بزود اهو لغايه ما نوصل ل 200 اهو، وصل ل 255، بصوا كده 255 اهو، دي المره الثانيه بقى رجع تاني زيرو، والفولت وصل فوق عندي 2.6، بزود اهو، بزود وصل لكام؟ نرجع سنه 255 اهي. المرة الثالثة الفولت وصل 3.7، هزود لغاية ما أوصل للماكسيمم، طلع عندي 255 والفولت وقتها كان 4.9، يبقى الريسبونس اتغير الرينج بتاعه من 0 ل 255 أربع مرات طبقا للشرح اللي احنا شرحناه، إن السنسور أصلا بيقرا من 0 ل 1023. اتغيرت بالألوان، هتلاقي اللون الأحمر ده بيمثل أول تغيير، اللون الأصفر التغيير الثاني، الأزرق الثالث، الأسمر التغيير الرابع، والكلام ده مش صحيح، الكلام ده خطأ، المفروض القيمة اللي جاية دي من 0 ل 1023 لازم احولها ل 0 ل 255. اعمل ايه؟ يبقى انا ممكن اجي انا الجريد دي اعمل لها كت كده، اجي متغير تاني من نوع انت هسميه فاليو انا الجريد 0 سيمي كولون. انا ممكن اخد الامر اسمه ماب، انا ممكن اشرحها لك بماب كده، المتغير اللي اسمه فاليو اخده هنا كوما الرينج بتاعه من 0 ل 1023، هحط او بعد ما احول احط القيمه الجديده في متغير جديد اسمه ريسبونس 0، يعني عنصر مين 0 في المصفوفه، الرينج بتاعه بيبقى من 0 ل 255، تمام؟ واعمل مين كوس كده واروح اعمل ابلود للكود بالشكل كده. كده انا تلاشيت المشكله ان هو اثناء ان القيمه بتزيد وبينقل بيتس لخانات اعلى بيعمل لي مشاكل ويدينا القيمه مش صحيحه، اعمل ايه؟ لا ده انا لازم اجباري احول الرينج بتاعي ل 0 ل 255 بناء على التعريف ده. انا فعلا حبيت اغير التعريف ده اخليه انت او انسايند انت، ما ينفعش طبعا اداني ايرور لان الفانكشن جاهزه او متظبطه على كده مش قابله التعديل. طيب فكده دان ابلودنج اهو، يبقى القيمه اللي جايه من 0 ل 1023 هتتحول ل 0 ل 255. نروح بعد كده لمين؟ لللاب فيو. تعال نعمل رن كده، طبعا انا هغير المقاومه القيمه دلوقتي، بصوا كده معايا انا هبدا من 0 اهو، بادئ من 0، بصوا معايا كده القيمه بتزيد اهي، والفولت بناء عليها بيزيد، تمام؟ بيزيد اهو، وفعلا في تناسب في الزياده، في تناسب اهو، بزود اهو، ركزوا معايا كده 255 اللي هي 4.9 فولت، يبقى كده انا اتخطيت الخطا اللي عندي، هي 255 ده الماكسيموم، انا مش عايزها كده، انا عايزها تطلع فولت زي ما هي طالعه، مفيش مشكله. تعال كده هخلي برضو تغيير في الكود بسيط كده، ريسبونس عندي عشان احولها كفولت، هخلي الكلام ده في ريسبونس واحد، القيمه الجايه من 0 ل 23 احولها الفولت تبقى من كام لكام؟ من 0 ل 5، يبقى عشان احولها الفولت تبقى الرينج بتاع الفولت من 0 ل 5، يبقى ريسبونس واحد هيمثل الفولت بتاع السنسور، ريسبونس 0 هيمثل القيمه الديجيتال اللي هي من 0 ل 255، تمام؟ نعمل ابلود تاني كده، بس في خطا صغير هنا، المفروض النمبر بايتس بتاعت الاوتبوت تبقى 2 مش 1، استنى طبعا يعمل ابلود هنا، اعمل ابلود تاني بعد ما غيرت القيمه، لان بي عندي 2 اوتبوت كده،
طبعا في حاجات المفروض تتوقعها، يعني المفروض 1.5 فولت، 1.6 فولت هيبعتها فعلا 1.6. لو انت فهمت الفيديو او الكلام اللي احنا قلناه هتعرف تتوقع القيم اللي هتطلع اللاب فيو. تعال كده خلي بالك ان العنصر الثاني ده هيتفعل دلوقتي، هيطلع عليه قيم. بص كده طلع 5 اهو، اتفعل تمام، طلع 5 اللي هي 4.9 فولت كقيمه. هنا مش طالع كسر، طالع قيمه صحيحه. ركز معايا كده، انا هنزل تاني للزيرو، نزلت للزيرو اهو. بص القيمه الديجيتال كام؟ القيمه الديجيتال بتزيد اهو، لان الرينج بتاعها لغايه 255، وخلي بالك قيمه صحيحه وليست فيها كسور. الفولتج عندي كمان هيبقى فيه كسر اللي هو 1.1 فولت، المفروض الاوتبوت يبقى 1.1، لا ده بيقربه لزيرو لان قلنا بيستقبل قيم صحيحه وليست فيها كسور. اهو بص معايا كده كام؟ 4.1 فولت اهي، القيمه الديجيتال 21 لغايه كام؟ بص معايا كده 8.10، 8.10 حولها 1، لما بقيت 1 استقبل 1. طب لما كانت 8.10 فولت، ده 9.10 فولت عندي في السنسور اريها 0 كفولت، يبقى هنا الدقه مش محببه، يعني ما ينفعش تستخدم التحويله هنا تقول له احول من 0 ل 23 هاخدها احطها من 0 ل 5 فولت وابعتها لللاب فيو، لا الحته دي مش محببه، المفروض تعملها على اللاب فيو. اعملها على اللاب فيو ازاي؟ ركز معايا كده، المفروض اعمل عمليه على العنصر الاول. انا هسيب العنصر الثاني زي ما هو جاي من الكوره عشان اوضح لك الفرق. هاخد القيمه اللي موجوده في العنصر الاول في المصفوفه اللي هي القيمه الديجيتال دي اللي هحولها لفولت. هي الرينج بتاعها كام؟ الماكسيموم بتاعها 255. قبل ما نعمل كده المصفوفه اللي جايه لازم افكها. افكها ازاي؟ بروح اقول array index array، اجي هنا كده، ده الاري اللي جايه، ده الاندكس، ده الاري عندي اهي. الاندكس عندي انا عايز العنصر الاول، يبقى كليك يمين كده، كليك يمين هنا اقول له كرييت كونستانت، انا عايز العنصر زيرو اللي هو العنصر الاول. المصفوفه لازم العد يبدا من زيرو، العنصر الاول اللي انا هعمل عليه العمليه هيطلع لك قيمه العنصر الاول. العنصر الاول ده الرينج بتاعه من كام لكام؟ اللي هو العنصر اللي هنا من زيرو ل 255. الماكسيمم كام؟ 255. يعني لما تيجي 255 عايزها تطلع 5 فولت. اجي كده هنا الماكسيمم عندي 255، والكلام ده شرحناه في فيديوهات قبل كده. يبقى الماكسيمم عندي 255، يبقى المفروض القيمه اللي جايه اقسمها على الماكسيمم بتاعها اللي هو كام؟ 255. يبقى المفروض اعمل ديفايد، اقول له هنا كرييت كونستانت 255. الماكسيمم اللي جاي لو كان 255 اقسمه على 255 يطلع لك كام؟ 1. الواحد ده عايز احوله ل 5 فولت، يعني 255 عايز احولها ل 5 فولت. يبقى اقول له القيمه اللي جايه لو كانت 255 الماكسيمم، بتعامل مع الماكسيمم، اقسمه على 255 هيطلع لي 1. 1 ده اضربه في 5 يطلع لي 5 فولت، ده الماكسيمم. اقول له هنا نيوميريك ملتبلاي، اجي هنا كده كرييت كونستانت 5، واجي هنا كليك يمين كرييت انديكيتور عشان يطلع لي القيمه. كده هتطلع القيمه مظبوطه ان شاء الله زي القيمه اللي جايه من البلوك ده، زي القيمه اللي جايه من البلوك ده اللي جايه من فين؟ من اللاب فيو الاصلي. نعمل رن تاني، ده قيمه مين؟ ده قيمه اللي هي القيمه النهائيه بتاعت الفولت. طبعا هو بيعمل رن دلوقتي. بص كده التحويله اللي انا عملتها على اللاب فيو طلع لي اهو 92% تقريبا، 92%، وما زال التحويل اللي جاي من الاردوينو قيمتها زيرو، وقتها القيمه الديجيتال 47. نزود مع بعض كده، وخلي بالك من البلوكات كلها او الانديكيتورز. تمام، القيمه هنا اهو 1، طلعت 1، طلعت 1. نزود كمان القيمه هنا تقريبا 1.2 اهي، او 19%، هنا 1.2، دي جايه من البلوك بتاع اللاب فيو، دي جايه من التحويله، دي جايه من الاردوينو وما زالت 1، يعني في خطا في التحويل بتاع الاردوينو. عشان كده لازم لما تستخدم الكاستم كوماند لازم تعرف الفكره بتاعتها او التفاصيل اللي جوه، عشان ما تقراش من سنسور وتقرا قيم غلط. تمام، اتمنى تكون فكره النهارده وضحت، وان شاء الله في الفيديو القادم هطبق ازاي اعمل كنترول على ترانسفير فانكشن موجود على اللاب فيو، والبي اي دي كنترولر هيبقى موجود على الاردوينو. الفكره دي او الابلكيشن ده اسمه هاردوير ان ذا لوب. طبعا الفكره دي بتبقى مهمه، لو انت فهمت فيديو النهارده سهل جدا هتفهم الفيديو اللي جاي بتاع البي اي دي مع الترانسفير فانكشن. طبعا انا عشان اتعامل مع الترانسفير فانكشن في مديول لازم يتسطب على اللاب فيو، انا شارح سلسله من 5 فيديوهات خاصه بالموضوع ده، فعشان تستفاد من الفيديو اللي جاي لازم تسمع السلسله دي. هسيب لك رابط السلسله اسفل الفيديو، او اضغط على حرف الاي هيبقى يمين او شمال، هنا هيبقى يمين هنا او شمال، هتلقى السلسله موجوده اسمها ادفانسد لاب فيو توتوريال، اسمعها طبعا عشان تستعد للفيديو اللي جاي. وما تنسوش لو انتوا عجبكم الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب عشان تتابعونا في باقي الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله، وشكرا جزيلا.